ما بدي وصيك، هالأمانة غير كل الأمانات. وانتو يا شباب، انا متأكد انكم قبضايات وبتقدروا تحموا سعاد، والمكافأة يلي منتظرتكم رح تغنيكم لولد ولدكم لآخر العمر. لعيونك يا آغا. وانتي يا سعاد. انا بعرف كيف بهتم بحالي. لازم تعرفي انه كل هالشي من شان سلامتك. اسلم من شان مين؟ هذا الحديث لاحقين عليه. المهم هلأ انتو صار لازم تمشوا، ما بتوقفوا الا بوادي الافاعي. تحركوا. لا يمكن اني اقبل بهالشيء ابدا. فوضى وعدم انتظام والحراسه فلتانه، معقول هذا الشيء؟ عادوا لشوف. نحن بانتظار اوامرك المجي بيك. انت بتضل عم تسمع اي واحد بأشر لك عليه تقطع راسه. قلك نعيم وين الذهبات؟ يا خالي زينب، قلت لك طمرتهم بمكان امين، ابليس ما بيقدر يصلون. طيب امشي نروح نجيبهم لك ابني. لشو؟ شو لشو؟ ذهبات جوزي وبدي جيبهم وديهم على البيت. لك يا خالي زينب، كيف بدنا نحمل الذهبات ونحن ما بنعرف وين بدنا نروح وين بدنا نصفى؟ لوين بدنا نروح يعني؟ على ضيعتنا. والله أنا محتار يا خالي زينب. بس أنا مالي مرتاح ولا لي محتارة. بعد اللي صار فيني ما بقي طب لي مطرح غير بيتي. امشي. يا جماعة خلونا ننزل هون نرتاح شوي.
معقولة؟ كل الطريق ما حكيتي ولا كلمة؟ يا خانم سعاد، الناس بالسفر بياخدوا وبيعطوا مع بعضهم وبيلاقوا حالهم أصحاب، إلا أنت كل الطريق ساكتة. أنت شو بدك مني؟ رح أطق من الضجر، عم بحكي معك ما عم تردي علي. لأنه ما عندي شي أقوله. من الأفضل يكون عندك شي تقوليه. إجباري؟ إجباري رح نقعد مدة مع بعض، ومين بيعرف شو رح يصير؟ يمكن الوحدة منا تحتاج التانية. طمني بالك، لما بدك ياني رح تلاقيني. أنت بتعرفي لوين رايحين؟ بعرف، على وادي الأفاعي. رايحتي له قبل هالمرة؟ لا ولا أنا، بس اسمه بيخوف. أنت مو خايفة؟ مدام معنا ثلاث رجال ليش لخاف؟ هذا اللي بيخوف أكثر. ما بدي أسأل وين راح السعاد قبل ما أعرف بالتدبير مين راحت. خشب مبينة سيدي، راحت بتدبير اللي بيهمه تروح. والأحدب؟ الحال واحد سيدي، كانت هي والأحدب إيد وحدة وبقفص واحد ومشكلة وحدة، واللي سهل أمره سهل أمر الأحدب. وانت؟ سيدي أنا كنت نايم. نايم؟ نعم سيدي، نمت وفقت وسمعت الخبر. نايم؟ ولك أنت مو كبير الحراس؟ مزبوط سيدي. وبتنام؟ أنت مهزلة، حامل سيف تتقدم على الحراس، تترك واجبك وبتروح تنام؟ سيدي النوم سلطان غلاب. هيك حمار بيشبه النوم بمولانا السلطان المعظم، ما لازم يكون مسؤول عن الحراس. يا جناب العالي المقام. بس ولا كلمة. خشب مرسي، خد هالجربوع وفساغ جلده لحتى يحكي. سيدي طول عمرك، أنا فقت من النوم سمعت الخبر. كذاب، خدوه. دخيلك يا بيه، خدوه. والأحدب أكيد راح معها، هربوا سوا، والأحدب كان مسؤوليتك. ما بنكر سيدي. وين كانوا خيالتك؟ سيدي جنابك مقدر قديش كانوا الخيالة تعبانين، ما صدقوا إمتى وصلوا لحتى يرتاحوا ويناموا، وتركوا مهمة الحراسة للي المفروض يكونوا أخوانهم وأعوانهم رجال الأغ. مزبوط، اطلعوا أنتوا اثنين واتركوني مع رستم. عاوزوا وين بتكون راحت؟ دوروا عليها كل مكان وما لقوها. ولشو كترة الغلبة؟ ما كان بهمك تروح من طريقك؟ طبعا بتمنى الأرض تنشق وتبلعها. وعم تسألي؟ روحي خبي حالك. شو بدي خبي حالك؟ المجي بيك إذا عرف لك مصلحة تختفي سعاد رح يقطع. إن إبري وطبي لسانك وقعدي بوطيك وامسكي كلمة ما تقولي غيرها. ما بعرف
بتحبها؟ جاوبني يا مجرم. مجرم؟ هذا متروك لبعدين، لاحقين عليه. المهم سعاد، سمعت انك بتحبها. كانت مجرد نزوة، لما عرفت اهتمام جنابك العالي فيها نسيتها، صارت محرمة علي. يعني بدك تقول انه ما لك علاقة بترحيلها؟ لا سيدي، ويلي بمركزي ما بيليق فيه يكذب قدام جنابك العالي. رستم، خليك صاحي يا مجرم. سيدي، الحكي عن المجرم وجريمته مأجل لبعدين، ولا تنسى انه رقبتك تحت ايدي. وين سعاد؟ لا سيدي ما عندي علم، واذا عم تتهمني اني بحبها رح اعدلك مين ومين اللي بيحبوها. في اكتر من واحد بيحبها، بس هي بتحب واحد. مين بتحب؟ احكي. ابن زبال الضيعة. أكبر مفاجأة لي إنه صديق مولانا السلطان المعظم دحام آغا مخلف هيك خسيس. جناب المجي بيك، أنت عم توجه لي اتهامات وإهانات، وأنا أنت شو؟ مشرد. مصيرك المشنقة بالأسيتاني، واللي راح يشاور للجلاد ليقطع راسك هو أنا. أنت عم تتهم اللي بيحبها، طيب شو رأيك باللي بيكرهها وما بيطيق وجودها؟ مين بتقصد؟ بقصد بنت عندي بالقصر، بتحبني وعندها عشم اني اتجوزها، بتتعامل مع سعاد على انها ضرة إلها. اسمها حمدة. كيف عرفت؟ ما المهم تعرف كيف. أم، بعت لي السيدة الوالدة بدي أحكي معها كلمتين، وانت بتحبس حالك بالغرفة، ما بتغادرها إلا بإذن مني، مفهوم؟ خلصني. ياك شو بدي احكي؟ والله كنت نايم. انا ما تخني، ارجوك اقنعه لانه يجيبك. والله كنت نايم. ثابت، انت واحد كذاب. كفو شغلكم. كليلك لقمي يا خانو، مو جاها بالي. لك ايه، ما في شي بيموت قد الجوع. قلت لك ماني جوعانه. شو وينه عيد؟ لشو الصيد هلا؟ رح نشبع. ابصر وينه. قوم روح دور عليه، لازم نمشي حتى نوصل على ضو. عمري ما حبيت اسم هالوادي. يا خانو، انت امانه للاغا رستم، لازم تاكلي حتى تضلي بخير. عيد عيد مقتول، لا من كمه لا من كمه. الله يلعن هالمأمورية وساعتها. أنا بعرف هي أرض الموت. عزو
خلينا نرجع القصر. فتح مخك معي يا عزو، هاي أرض الموت، الداخل إلها مفقود والخارج منها مولود، فخلينا نخرج وننفض بجلدنا بيكون أحسن. رجعونا على القصر، أنا ماني قدراني كفي الطريق. يا روح ما بعدك روح، الموت ماله مزحة. احنا راجعين على القصر، انت دبري حالك. حقوني. ست الكل، مو هذا اللقب اللي كان دحام آغا يناديكي فيه؟ ايوه يا جناب المقام العالي. ست الكل، انا مضطر اني اقول لام بانه حبل المشنقه عم بيلتف حول رقبه ابنها. شلون يا سيدي؟ شلون بده يكون مصير واحد آغا مثل ابني وهب دمه لمجد السلطان المعظم؟ شلون بده يكون مصيره حبل المشنقة؟ رح أجل الكلام عن اختفاء سعاد خانم وأحكي عن جريمة ابنك. لا يا ألمشي بيك، لا، الأمل فيك يا بيك أكبر من هيك. دحام آغا الله يرحمه ويكرم مسواه، شلون مات؟ مات مقتول، واللي قتله واحد من رعاة الضيعة اسمه جابر عمران الأعمش. وين قتلوا؟ بالأبو. وليش ليكون دحام آغا بالأبو؟ ليش ليكون بالأبو؟ الآغا الغالي الله يرحمه صابته خضة واهتزت قواه العقلية، اضطر رستم طبعا برغبتي أنا ورضاي أنا إنه يحجر عليه. بالأبو؟ ومع مجرم من رعاة الضيعة؟ جريمة ابنك واضحة مثل الشمس، وأنا لا يمكن أني أخدع مولانا السلطان المعظم. خبر جريمته وصلت الباب العالي، وأنا مكلف أني أكشف الحقيقة. إذا كانت الوشاية عن طريق باكير بيك. من باكير بيك؟
كذاب يا سيدي كذاب. عم تتهمي باكير بيك بالكذب وهو من أقرب المقربين لمولانا السلطان؟ لا، بس هو كذاب، وأنا بأكد لك إنه هو كذاب ومغرض. شو غرضه؟ احكي شو غرضه؟ بعد وفاة الغالي صار يتودد لي يا سيدي، وحكى مع رستم بخصوصي وطلب يتزوجني. تصور يا سيدي، تصور يطلب الطلب من زوجة مفجوعة بأغلى شخص عنده، طلب طلبه بكل وقاحة من ابن رح ينفجر قلبه من زعله على أبوه. باكير بيك، صدقني يا سيدي ما حكيت مع جنابك العالي إلا كل شي صدق، وماني طالبة منك إلا العطف والرعاية والتحري عن الحقيقة. خلينا ننسى الموضوع شوي. حاضر يا سيدي. احكي لي عن سعاد خان. وبعدين ما بعرف ما بعرف، هلا هالحكي ما بفيد، امسكي اعصابك وخلي ذهنك صافي. ذهني مشوش، ما رح تلاقي حل. والعمل هلا المجي بده يتهمني بتهريب سعاد وحطه فيني، رغم اني رحت لعنده واعترفت له بعظمه لساني انه انا بحبه لارسته وانه غيراني من سعاد. المجي بيك مانو هين ومانو غبي لحتى يتصور انه وحده مثلك قادره تنفذ هيك شغله، ناسي انه لحدا بهرب معها، معروف انه حرمه مثلك مو قادره تعملها. هيك قولك؟ يا بنت القصور، لوين كنتي رايحة؟ احكي. رايحة نفذ اللي ببالي. رايحة تخبريهم عن محل بدر وجماعته؟ ما لا كذابة. اه يا دمك الازرق، انت من جنس الثعلب والثعلب ما له امان. ابي جيب الحبلة. الكبار اللي مثل المجي بيك ما بيكذبوا، بعدين هو وعدني انه ما يأذي رستم. وعدك؟ المجي بيك؟ يعني قبلتي؟ ايه قبلته. كيف بدي قبلي المجي بيك من ورا ظهرنا؟ كيف؟ من محبتي وخوفي على رستم. شو قلتي له؟ عن اي سر حكيتي له؟ احكي اوام قولي. ما قلت له شيء، اللي قلت له يا انه انا بحب رستم. ما لقيتي غيره تحكي له؟ قلت لحالي مركزه كبير وممكن يساعدني. مشان هيك حبس الأمير رستم؟ وجاي دورك أنت كمان، ساعدتي سعاد مشان تهرب. لا لا صدقيني مو أنا. وشلون بدك تخلصي من هالورطة؟ شلون؟ ما قلتي له لألمجي بيك إنه الأمير رستم بحب سعاد؟ وما بينتي لألمجي بيك إنك بتتمني أحملها الأرض لسعاد مشان يبقى لك رستم؟ Thank you.
هون. طلعني جوال، طلعني جوال. يلا نكمل فريقنا، يلا. باين كأنه ضيعنا الطريق. هيك باين. خلينا نرتاح شوي وبكره الصبح منكمل. الله عز وجل مع الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نحن أولاد بر ولك عمي، ياما مرر علينا أحوال وأهوال. الأحوال تتبدل والأهوال ما بتضل، ضيق وفرج، عدو صديق. لما كان واحدنا بده يعمر بيته كنا نتركه يعمر لحاله. تعمير البيت لحاله شرف إله، لكن لما يوصل لرك السقف كنا كلياتنا نهب للمعونة، نتكاتف نجبل التبن والطين وهريسة الحجار والرك معه. ما تصير ظهرية النهار إلا تكون الركة خلصت. لو تاركينه لحاله كان بده أسبوع. من وجوهكم مبين إنه فهمتوا اللي بدي أقوله. اللي بدي أقوله سبقتني عليه يا أخ مسعود. نحنا يا شباب مقدمين على معركة ضد الظلم، لازم نكون حزمة عصي، حزمة عصي ما حدا يقدر يكسرها. بإذن الله إيد واحدة وقلب واحد، لأنه مصيرنا واحد. ما في هزيمة إلا بعد خلاف وتفكك، ما في هزيمة إلا بعد أنانية. لما بيختر الواحد بقوته وبيتصرف لوحده باقي عنصر الهزيمة الأخير اللي هو الخيانة. الخيانة غدر. شو يا جاد؟ شو هالمطرح اللي بخوف؟ شي بيقطع القلب. خلي قلبك قوي. إيه مانك سامع؟ سامع. وانت كمان بدي اياك تسمع. طلع فيه منيح. شو فيه؟ نظراتك لرئيفة مو عاجبتني. إيه وحد الله يا زلمة، انت كتير قابضة جاد لك عزو. انا عم وصيك حركات طايشة ما بدي. إيه خلص وحد الله يا زلمة. انا عم وصيك وعم نبهك، اوعى تلعب بديلك. انت شلون خطر ببالك اغدر ببدر؟ نفس أمارة بالسوق. الا انا، خلينا ننسى الموضوع. انا خايفة على بدر. ما بينخاف على صاحب العقل، وبدر رجال عرفان شو بده وشو منتظره. بدر منتظرته معركة خسرانة. خسرانة؟ العين ما بتقاوم مخرس. كلام فاضي. كان معقولة؟ معقولة شوية رجال لا قدامهم ولا وراهم
بدهم يوقفوا بوش السلطان؟ فهماني غلط، بدهم يوقفوا بوش الظلم والاستبداد والطغيان، بدهم كرامتهم، أرضهم، رزقتهم. أنت بتعرفي إنه السلطان كل سنة بيبعت كسوة للكعبة الشريفة بالحجاز وكل سنتين بحج، ومن لما بيحرم ما بيعود بدوس على نعل، بيضل حافي، ولما بيوصل بيغسل الكعبة الشريفة بإيديه. شو بدك أحسن من هيك؟ هذا هو السلطان. هذا السلطان اللي عم تحكي عنه واحد من اثنين، إما سلطان نايم وإما سلطان ظالم. شو بدك مني يا واطي؟ أنا بدي إياكي، أنت حلوة كتير كتير. روح خير. شوفي هذا الحيوان عم يلاحقني. قرب قرب كأنك رجال. هي أنا واقفة قدامك. انت داني وحقيه وانا نبهتك. عامل لي فيها شريف؟ كنا ثلاثه وبين اثنين، ما بيسوى نصير واحد لوحده. شوف عزو، اسمت عدل. شو قلت؟ عم بقول لك اسمت عدل وانا اخترت رئيفي. ولك انت جنيت؟ ايه جنيت. اذا خايف من الاغا بسلامتك، المشي ما راح يتركه. يا عليل الشرف اتركي رئيفي الي. ليك عندك لوين داخل؟ انا عتوم ولو ان شاء الله تكون نوار. بعيد من هون. انا والد الخانم سعاد ومرتي هون تحت عندكم. هلا حضرتك والد خانم سعاد؟ اي نعم. ايه تفضل تفضل. مشكور. زينب حبيبتي قلبي، وينك انت يا بنت الحلال؟ وينك؟ وين دهب؟ ملعون ابو الدهب. شو يعني؟ لك بنتك وينها؟ وينها؟ عم بيقولوا انها اختفت، عم بيقولوا انها هربت مع الاحلام. هلا قولي لي وين الدهب بعدين اسالي عن بنتك. طمن يا عمي، دهب بخير. وين؟ عند العجوري؟ طلع خسيس، طردنا من بيته طرد. والدهب؟ طمن بالك، انا طمرتهم بمكان امين. نعيم ابني حبيبي قلي وين طمرت الذهبات؟ اخبار سعاد بالاول. ستك وتاج راسك سعاد يا ابني، بس ترجع لهون بدها تتجوز مندوب مولانا السلطان المجي بيك. واذا جبت سيرته على لسانك بيقطعوا لك اياه والله. بهالايام القتل على الطلع وعلى النازله، والغانم هو اللي بيسلم براسه. لك يا عدو
رجعتوا لعندك تضلوا مربوطه هيك. رح احكي مع المجيبك حتى يفك اسرك باعتبار رح تصيري حماته ولو انك ما تستاهلي. صدقني يا سيدي ما إلي علاقة ولا عندي خبر بالموضوع. يعني مين له مصلحة يعمل هيك شيء غير اللي قادر بيحتكم؟ يعني مثل مين؟ رستم؟ احكي. سيدي ما بعرف، كل اللي بعرفه أنه أنا ما إلي علاقة. أنا سألتك رأيك وبس. يا سيدي بينتك عارفان مين وقاعد عم تسألني وأنا من غير شي النار عم تاكل بقلبي. حمدة سيدي ما بيصير إلا يكون عندك فكرة وين رستم وداها. صدقني ما بعرف. بس شو؟ احكي. أنا بوعدك إنه ما رح يصيبك أي سوء. سيدي لما حاول رستم يقتلني. حاول يقتلك؟ لا سيدي لا، هو كان عم بيخوفني بالقتل. رستم طيب وقلبه كبير ما بيأذي نملة. كفي لأشوف. شو بدك تقولي؟ لما رستم كان عم بيخوفني بالقتل، ست الكل والدته كانت بدها تهربني لما كان كتير آمن، ويمكن هي اللي هربت سعاد لهداك المكان ومين عارف. بس مو معقولة ست الكل تعملها ما هيك. حمدة أنا وعدتك إنه ما رح يصيبك أي سوء. ورستم؟ لا تطلبي مني غير سلامتك أنت، لأنه بيعز علي وحدة حلوة وأمورة مثلك وصغيرة تترمل بأول عمرها. افتحوا الباب بدي اشوف ابني. ممنوع يا خانم. ليش؟ اوامر المجي بيك راجعي دولته. طيب شوفه بحضوركم. قلت لك راجعي دولته. بعدي اسمه وكرمه الرب المغضوب رستم، الله انتقم منه من فوق، محبوس الله لا يرده. شو هالحكي؟ انا دقدست وعرفت محبوس. شو بدك من هالحكي يا حريشو؟ كله لعي وكلام فاضي. عم اقول لك الخبر مؤكد محبوس. معناتها يمكن تعلق بين خيالي ورجال رستم. فقلك براسك إلهي. وليش بقى؟ زعلان عليهم كتير؟ تعرف يا أخوات إذا علقت بيناتهم نحن منروح دعوسة بين الرجلين. يموتوا دعس فعس، المهم يرجعونا أولادنا. لكن روح دعس فعس، المهم بدنا أولادنا. طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم، بعمري ما سمعت إنه أهوج سلم. هلا رح تلبسين ثياب الأميرة ست الكل مشان تسلمي على المجي بيك. اسمع عدوم دير بالك لازم تكون أكابر. ليش بتعرفيني مشرشع؟ يعني لا تكون داني على مهل البنت. وضريب يضربك ما بدك لحتى تبين البنت بالأول. امشي. ولا هون تركتوني ولي يعني حرب وهوجة؟ الله يستر. حسنا حطي ايدك بايدي وخلينا نفل. لوين؟ نهرب. والولاد؟ شو بدنا نعمل؟ فكرت ما طلع معي غير نهرب. ولك أجدب الولاد؟ الله بيعينهم تركهم لله. والله سبحانه بيرضى تكون أناني؟ وبيرضى؟ ولك دخيل اسمه وكرمه تنفض بريشك ويحضر ريش ولاد صغار؟ حسنا. ولك الله لا يحسن لك بخير. أنا بدي أقدم اعتذاري عن اللي صار ببيت العجوري زينب خانم. زينب خانم أدرى ظروفكم دولته. نحن كلياتنا خدامين جنابك. أنا اليوم عرفت منين جاب السعاد خانم كل هالحلاوة والحسن. عفوا سيدي. الله يديمك ويعلي المراتب والمقام دولته. سعاد خانم محبين أكتر، وأهم واحد فيهم نعيم ابن الزبال. الله لا يوفقه بجاه النبي. كان معك يا خانو؟ خدامي كان معي للخدمة وبس. يعني بدي أقول
مو معقول يكون نعيم هو اللي هربها. أكيد مو هو سيدي. وفي شاب تاني كمان بيحبها اسمه عدلي. يا سيدي عدلي ولد مشحر لا من تمه ولا من كمه. إذن ما بقي غير رستم. أنا ما بقول لا ولا بستبعد أي شيء. كانت صورتها عنده، ولما الأحدب سرق الصورة قلب الدنيا. إيه دولته رستم بيموت على بنتي، بس فشر لما دولته بده زهرة ممنوع إيد مخلوق تمدلها. عفارم زينب خانم عفارم. والأحدب يا سيدي الأحدب هو الثاني الله لا يورجيه حكمة على جنونه بيحب بنتي سعاد. والمعنى يعني معقول يكون حدا هرب الأحدب من القفص أم هرب وأخذ معه بنتي سعاد وراح؟ لا يا عطوم الريوش مو هيك. لكان شلون سيدي دولته؟ ثلاثة من الحراس مفقودين، واللي هرب سعاد بيمون على الحراس يهربوها. مين برأيك ممكن يمون على الحراس ويصدر الأوامر؟ رستم. أنا حبيتك زينب خانم. يا لطيف كل هاد صار وأنا قاعدة هون. والجاي أعظم يا رندا. سعاد كيف قدرت تتركها لحالها بالوادي مع رجال رستم؟ من هالناحية مطمئن، أوامر رستم إنه رجاله ما يتحركوا من الوادي مهما كان السبب. جواد بدي أسألك، أنا مقدر العذاب يلي تعذبته؟ أنا ما بدي حدا يقدر شيء ولا يحكي عواطف. أنا مبارح قتلت واحد مثلي مثل أي حيوان. أنا آسفة، أنا كان بدي أسألك مجرد سؤال ما قصدي إزعجك. سألي. أنا قلقانة على أختي أم رستم. ما شفتها. وقال ما جيبيك صعي ناوي على شر؟ لما ديابي بيتقاتلوا بتسلم الخرفان. أنت اسألي حالك، أختك أم رستم من الديابي ولا من الخرفان؟ بس تجاوبي حالك تعرفي شو صار فيها. سعاد شبه شفت منها عين محبة. حضري حالك بدك تروحي معي. لشو؟ بدك تروحي تخدمي سعاد. وأنا بدي أبقى لحالي؟ إلا ما يجي يوم ويضل الواحد لحاله يا خداش. أنت بتعرف هالشي منيح.